قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي. قام القضاة والقاضيات الجدد بالمحاكم الابتدائية بأداء مراسم حلف اليمين للجلوس على منصة القضاء أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، وأعضاء المجلس المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد شوقي النائب العام، المستشار محمود سعيد النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار عبد العزيز طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار إسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس محكمة استئناف طنطا. السلام عليكم معالي رئيس محكمة النقض رئيس القضاء العام السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أستاذ حضراتكم في بيت منصة حلف اليمين السادة القضاة والقاضيات الجدد. كل سنة وحضراتكم بخير وألف مبروك ونبدأ بحلف اليمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك. تفضل. وجه مجلس القضاء التهنئة لهم بهذه المناسبة متمنيا لهم التوفيق، وشدد رئيس المجلس على ضرورة الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي أثناء أدائهم لمهامهم بالجلوس على منصة القضاء وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهم لتحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.